السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وتحياتي لحضراتكم جميعا. الحلقة بناء على طلبكم زلال البول، وطبعا انتوا سألتوا كتير على موضوع زلال البول وموضوع كمان تورم القدمين، وهل هو بداية لفشل كلوي ولا لأ؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. واهلا بيكم في قناه الدكتور خالد ابو العزم، استشاري امراض البطنه والغدد الصماء والسكر. وهنتكلم على يعني ايه زلال في البول، وهل طبيعي ان يبقى فيه زلال في البول، وايه النسبه الطبيعيه، وليه تورم القدمين، هل تورم القدمين حاجه وتورم قدم واحده حاجه. ده الموضوع المهم اللي احنا عايزين نتعلمه ونذكره كويس جدا جدا جدا. اعداد الناس اللي عندها تورم في القدمين، اعداد الناس اللي عندها زلال البول وبتبقى في عرضة لفشل الكلوي والحاجات دي، اعدادهم كبيرة جدا. يعني 40 مليون مثلا في امريكا، لو لقينا مثلا الناس على مستوى العالم مستوى يعني زلال البول والفشل الكلوي والحاجات دي كلها بنسبة كبيرة. فعشان كده دايما نقول ايه، خلي بالكم يا جماعة، موضوع زلال البول موضوع خطير ولازم نخلي بالنا منه. على ما نتجمع مع بعض ونتكلم في الموضوع باستفاضة كبيرة هنفهم كويس جدا. النهاردة مش هنقفل الا ما نكون عارفين ايه هو زلال البول. زلال البول المفروض ان الكلية بتفلتر الحاجات، تفلترها. يعني ايه تفلترها؟ يعني انها تمتص الحاجة المهمة وبتخرج الحاجة اللي مش مهمة. يعني هي محتاجة سكر الجسم فبتمتص السكر، مش محتاجة سكر هترجعه بره. يعني لو زاد السكر عن حده وعدى ال 200 او ال 180 بتخرجه بره الجسم. تفلتر كل حاجه. من ضمن الحاجات اللي بتفلترها انها تمتص تاني الالبومين. الالبومين ده حاجه مهمه جدا في الجسم، اللي بينتجها الكبد. المصنع الوحيد للانتاج الالبومين هو الكبد. الكبد يطلع الالبومين، فبعد كده الكليه هي اللي بتحافظ عليه. فالكليه لو جه حصل خلل في الكليه يبدا الالبومين يترسب منها. بمعنى ايه؟ بمعنى المصفى لها اخرام معينه، فلما يكون الاخرام دي من الحاجات اللي هي تخلي الحاجات الصغيره تعدي وتمسك الحاجات الكبيره. طبعا ده بيبقى نتيجه حاجات كتيره جدا لازم نفهمها، وهنفهمها كويس جدا النهارده. فزلال البول هو عباره عن بروتين زايد. البروتين ده بيخرج بره الكليه، الكلية ما بتقدرش انها تفلتره. فبنعرف من خلال زلال البول ان هو في مشكلة عندنا في الكلية. فالطبيعي الكلية ممكن تفلتر لغاية 30 ميلي جرام، 30 بس. لكن اللي بيحصل ان الناس بتعدي الافات من زلال البول. زلال البول بيعدي منه الافات من الفلترة اللي بتحصل. عشان كده بيبقى عام موضوع خطر جدا ان يحصل زلال في البول، وعندنا مع زلال البول ده بنبقى نتوقع ان بداية في الكلى خلل وظائف الكلى. طيب طمنوني الصوت والصورة يا جماعة، عامل ايه؟ الصوت والصورة تمام. جروب امل كله منور معانا اهو، تمام، الصوت واضح والصورة كمان. طيب فأنا عشان أعرف تحليل زلال البول يبقى أنا المفروض بعمل تحليل في المختبر، تحليل بول. مفيش حاجة اسمها أنا هقول في زلال في البول عشان شوية رغاوي. احنا قلنا قبل كده في حلقة إن الرغاوي دي مش دليل على كده. فزلال البول لو أنا لقيت زلال البول بيزيد عن 30 ل 300 ده اسمه مايكرو ألبومين. يعني مايكرو ألبومين يعني في زلال في البول. لو زاد عن ال 300 بيبقى بروتين، بقى بنزل بروتين في البول. طبعا ده بيبقى مصاحب مع بداية الخلل بتاع وظائف الكلى، وده بيدل زلال البول ده على ان في مشكلة عندنا، حاجة اسمها مايكروفاسكولار كومبليكيشنز، بتأثر على الاندوثيليوم، بتأثر على الغشاء المبطن للشرايين، وتؤثر على الكلية وتأثر على الجسم كله. اللي بينتج عن كده ايه؟ ان بينتج ان القلب بيبقى هو اللي بيساعد في ادرار البول ده.
الكليه بتفشل فالقلب هو اللي بيساعد، فتقوم تتضخم عضله القلب وتقوم تحصل مشاكل كتيره جدا في القلب وفي الكلى، ويبدا الاعضاء التانيه في الجسم كلها تتاثر بالموضوع ده. فعملوا تحليل اسمه مايكرو ألبومين كرياتينين ريشيو، اللي انا بقدر اعرف بيه ان في عندي زلال في البول ولا لا. فزلال البول اقدر اعرف بيه ازاي؟ بالمايكرو ألبومين كرياتينين ريشيو، تحليل نسبه الزلال للكرياتينين في البول. ما ينفعش ان انا احلل بس الزلال بتاع البول فقط، لا، بعمل تحليل نسبه المايكرو ألبومين كرياتينين ريشيو. طبعا النسبه دي يا جماعه بتبقى مهم جدا ان انا اعرف النتيجه الطبيعيه بتاعتها، النتيجه بتاعتها ايه، علشان اقدر اعرف بالظبط انا فين في الموضوع ده. طيب حته التورم القدمين، ليه بيبقى فيه تورم في القدمين؟ لان زلال البول الالبومين مسؤول عن ضغط معين في الجسم، لما الضغط ده يتاثر الميه اللي بتبقى حوالين الخلايا بتبقى ما بتلاقيش الضغط اللي يمشيها اللي يخليها تمشي في الشرايين، فبتتجمع سوائل وبتبقى بيتنج، يعني اضغط عليها تختص لتحت، الورم بيبقى بيتنج اديمه يختص لتحت. وزلال البول من الحاجات اللي بنقدر نفهم فيها الايرلي ماركر، والنهارده احنا عايزين نتكلم على الحاجه الادويه الجديده كمان اللي هي هتساعد في موضوع زلال البول وازاي تعالجه. طيب وندخل الاول في تورم القدمين وبعد كده هنخش على زلال البول. تورم القدمين، لما تلاقي واحد عنده رجل واحده متورمه، رجل واحده بس مش الاثنين، قدمين يعني قدم واحده مش الاثنين، دي بتبقى حاله جراحه، لازم دكتور الجراحه يشوفه الاول. لو عنده القدمين ده بيبقى موجود حاجه بطنه، فبنشوف الرجل التورم لغايه فين، لو هو في القدم بس ولا فوق. تمام، التورم القدمين من الحاجات اللي بتصاحب زلال البول في بعض الناس، لما يحصل بدأ خلل وظائف الكلى فيحصل معاه تورم في القدمين. طبعا اعراض زلال البول واعراض خلل وظائف الكلى، لما تعرف اذا كنت عايز تعرف اذا كان عندك خلل في الكلى ولا لا، ده بيبقى يتوقف على الاعراض وعلى درجة الكلى. الكلية بتمر بخمس مراحل، خمس مراحل الكلية بتمر بيهم، مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة A وثالثة B ورابعة وخمسة، بيبدأ فيهم الزلال بسيط خالص، ودي أول علامة نخلي بالنا منها، إن أنا لو ما اهتمتش بقصة الزلال ده أنا كده داخل في فشل كلوي، لو أنا ما اهتمتش من البداية. وابتدت الأدوية الجديدة تطلع عشان علاج زلال البول، وهقول لكم العلاج بتاعه إيه دلوقتي، ومش سر، هو كل الناس بتتعالج بيه. طيب السؤال المهم، الاعراض اللي بيشتكي بيها المريض، ممكن المريض ما يشتكيش باي حاجه خالص، يعني المريض نفسه ما يشتكيش باي حاجه خالص، المريض كل الحكايه ان هو هيبقى عنده غثيان، احساس ان هو مش قادر ياكل ولا يشرب، الارسلوك شكله شاحب خالص، ريحه النفس متغيره خالص، ودي طبعا في ناس كتير جدا بتبقى مشكلتها كبيرة جدا جدا جدا، وتلاقي في عندها زلال البول. كل دي الأعراض هقول لكم على كم موقف حصل. في واحد شخصناه فشل كلوي، لما قال لي أنا كنت بروح أقضي مصالح عيالي وبعدين جيت أطلع السلم مانيش قادر، رحت مصلحة من المصالح ما لقيت نفسي، كانوا في الدور السادس ما قدرتش أطلع، وأنا راجل رياضي وبلعب كورة وكل حاجة، وكان راجل كبير في السن، فانا معرفش يا دكتور ايه اللي حصل لي، انا كنت جاي اطلع في السلالم ما قدرتش خالص، ودي مش عادتي خالص. فالمهم ان انا زلال البول طبعا حصلنا ايه المشكله، ان انا ما بقتش قادر اطلع في البيت خالص، ودي علامه من ضمن العلامات. علامه تانية، لما جه حد من الناس اللي كانوا في عمره وجه، وكانت والده طبيب زميلنا، وقالت ان انا ابتديت ان انا عندي غثيان وعندي الم وبطني تعباني وحاسه ان عايز ارجع ودايخه وتعبانه ومش قادره اتحرك. عملنا تحليل الكلى، لقينا فيه الكرياتينين بتاعها كان 11، كان عندها فشل كلوي. فالاعراض بتختلف زي ما قلنا من واحد للتاني. فانا عايز اقول لكم على حاجه مهمه،
لازم نفهمها كويس جدا. انا ليه بعمل حلقة النهاردة؟ انا بعملها علشان نخلي بالنا، فلان المشكلة الرئيسية الاهمال. اول ما الاقي في زلال في البول اجري على الدكتور فورا، ما استناش لغاية ما اوصل للمرحلة الخامسة. انت كده في المرحلة الاولى، فشل الكلوي بيمر بخمس مراحل، انت في البداية في مرحلة اولى، عشان كده تجري بسرعة على الدكتور وتقول له انا عندي كذا وكذا وكذا، والدكتور هيساعدك كتير. فدي رقم واحد. تورم القدمين بتيجي من حاجات كتير. اول حاجة لازم اشوف الورم، وكلكم اللي عنده تورم في رجليه لازم يفهم كويس جدا ان انت تشوفي او انت تشوف الايديك بتختص في الورم ولا لا. ادوس كده بصبعي على منطقة الساق نفسها او منطقة اللي هي بتاعت الرجل من فوق كده، واشوف اذا كانت بتنزل لتحت يبقى دي حاجة، واذا ما كانتش بتنزل دي حاجة تانية. لكن المعظم اللي منتشر اللي هو بينزل وندوس عليها تختص، وندوس عليها تختص. ماشي. طيب دي اسبابها، ممكن تكون سبب عادي جدا واحد ما عندوش سكر ولا ضغط ولا اي حاجة، بس قاعد فترة طويلة او بيشتغل وردية بالليل طول الليل واقف زي الناس اللي بتبقى بتحرس في الامن وحاجات زي كده، ويبقى واقف في طول الليل فترة طويلة، او بياكل وناس تاكل املاح كتيرة، او ناس عندها حساسية في الاكل معين تبقى قاعدة وعندها حساسية في الاكل، او واحد وزنه تخين اصلا فتيجي تدوس على كده مش هتختص. اللي وزنه تخين ده مش هيختص خالص. او ان هو واحدة تكون حامل، الحمل يضغط على منطقة الشرايين اللي تحت، فالحركة بتاعت المية طالعة وخارجة الدم بيقل، فبيحصل تورم في الساق وتورم في القدمين. طبعا في بعض الناس بتاخد ادوية منع الحمل وادوية الضغط زي الاملوديبين من الحاجات اللي بتورم، والحاجات الهرمونات اللي الناس بتاخدها ومضادات الاكتئاب والكورتيزول، بعض الحاجات دي بتعمل تورم في القدمين. يبقى انا بشوف تورم في القدمين، الهيستوري في الحالة دي مهم جدا. انا هجاوب على اسئلتكم كلها يا جماعة، بس نسمع بس المحاضرة وبعد كده هنجاوب على اسئلة. فتورم القدمين في الحالة دي بيبقى موضوع مقلق جدا، فلازم اعرف سكر ضغط مفيش، صحتي ما بشتكيش من اي حاجة، بس انا وزني زايد يبقى سمنة زايدة وندوس عليها مش هتكون بتختص لجوه. طيب لو بتختص بقى لجوه جامد والرجل ورمة جامد، انا هوريكم الصورة بتاعتها دلوقتي من على الايباد. عشان تشوفوها وتتخيلوها. دي كده، دي لما الرجل تختص. مين بقى يشوف دي قول لي؟ لما الرجل تختص بالمنظر ده تمام، في الحالة دي ايه؟ ده كده الورم ده في حاجة تحت في السوائل موجودة في القدم مش قادرة تدخل جوه الفيسلز جوه الشرايين، فبتتجمع في المنطقة دي، دي المنطقة الراكدة اللي هي المية تنزل فيها. لما تتجمع هنا يبقى ده بقى نفكر في كذا حاجة. الكبد لما يحصل فيه تليف ممكن تدينا الصورة دي. طب الغدة الدرقية لو فيها كسل لا بتبقى نام بيتنج، يعني نضغط عليها ما تكونش الصباع ده موجود. اوريها لكم برضو. زي الرجل هنا كده تورم، مفيش اي حاجة سقطة ولا حاجة، تدوس عليها مفيش مشكلة خلاص. يبقى احنا كده ده تورم الساقين والقدمين، وقلنا ادوية زي ادوية الضغط، وقلنا الحاجات التانية زي ادوية الاكتئاب والكورتيزول، وادوية تانية اللي بتتاخد اقراص منع الحمل. كل ده نفكر فيه، يعني لو واحدة بتاخد اقراص منع حمل وعندها تورم عادي، فاول حاجة نفكر في الحاجة البسيطة، مش لازم دماغنا تشطح لحاجة تكون بعيدة، لان ده كله ده ممكن ما يكونش السبب بتاع التورم القدمي. طيب
زلال البول بقى طريقة العلاج بتاعه ايه؟ اول حاجة لازم اعرف انا عندي زلال في البول ليه. طيب لو انا مريض سكر، حلو، مريض سكر ومريض ضغط، مريض سكر ومريض ضغط وباخد ادوية، لازم افهم انا مين في دول. لو انا مريض سكر دي علامة من علامات بداية الفشل الكلوي، بداية الفشل الكلوي، فلازم افكر كويس جدا ان انا التارجت بتاعي، الهدف بتاعي ايه، ان انا حافظ على الكلية بتاعتي من ان انا ما اوصلش الموضوع غسيل الكلى، فلازم ابدأ اخد الموضوع بجدية بشكل جامد جدا. الحمد لله عندنا ادوية كتير جدا بتسيطر على الموضوع. اول حاجة هنعملها لازم يكون السكر بتاعي مظبوط، ضغطي مظبوط، وزني مثالي، يعني انا هظبط ده، لان هقول لكم هنعمل ايه تاني. ولازم اشرب سوائل كتير وابدا اقلل السجاير بالتدريج، ابدا اقلل ان انا اشرب سجاير بالتدريج، اشرب ميه كتير، 12 كوبايه في اليوم على الاقل، 3 لتر على الاقل ميه. الهيدريشن، الكليه بتحب الميه، الكليه ما بتحبش الجفاف، الكليه بتاعتنا بتحب ايه؟ الميه. فلازم افهم ان انا عندي مشكله في الكلية بتاعتي، يبقى انا لازم اشرب مية كتير. ده سواء عندك مشكلة في الكلية او ما عندكش، لازم اشرب سوائل مية كتير على قد ما اقدر، لازم اشرب سوائل مية كتير على قد ما اقدر. طيب في حاجات تانية اقدر اعملها؟ لازم طبعا تتابع مع دكتور الحالة بتاعتك. الدكتور بيعمل ايه؟ ضغط الكلى بيكون زايد، الضغط جوه الكلى بيكون زايد، فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان هو بيديك حاجة تقلل الضغط ده، اللي هو زي مجموعة الايس انهيبتور، اللي هي البريند بريل والرامي بريل وزي اللي اسمها كوفرسيل والكابوتين والحاجات دي كلها، دي بتبقى مهمة جدا اول ما يحصل الزلال عندنا. وساعات يبقى الزلال بسيط جدا ولسه ما كبرش، بس يقولك لا تبدأ تحافظ. طيب انا لو خدت الادوية وعملت كل ده وسكري مش مظبوط، ولا اكنك بتعمل حاجة خالص، لان طول ما السكر مش مظبوط انت عندك المصفة كان خرمين ثلاثة اللي بايزين فيها، فكانت الزلال بينزل قليل، لا ده الاخرام كلها، الفتحات كلها بتاعت المصفى باظت. لما كل الفتحات تبوظ تبوظ تبوظ، في الحالة دي بتوصل لمرحلة ان انت بتدخل في قصة الفشل الكلوي، فانت بتحافظ على الفتحات التانية انها ما تزيدش. المصفى فيها مثلا 100 فتحة، فانت عندك 3-4 بايزين بينزلوا شوية زلال، فهتبدأ تاخد العلاج، هنحافظ ان الثلاثة دول مش هيزيدوا، لكن هتهمل، هتبص تلاقي التلاتة اللي كانوا مفتوحين بقت عندك 10-15 فتحة في المصفى، سببت المشكلة بتاعت الزلال ده وزودت الموضوع بشكل كبير، واصبح انت عندك زلال في البول وتورم في القدمين. كل ما القلب من يقل في جسمك كل ما الورم يزيد في جسمك، هتبص تلاقي التورم في قدمين مع الزلال. الفتحة كانوا 100 فتحة بقوا دلوقتي 3 بدأوا يبوظوا، ابتدت فتحات تانية توسع، بقت 10 فتحات، 15 فتحة، 20 فتحة بتوسع في الكلية، علشان سعادتك اهملت، ضغطك عالي، سكرك عالي، بتدخن، بتشرب، بتاكل حلويات وسكريات كتيرة. الحلويات والسكريات في الموضوع ده مش رفاهية يا جماعة، ده معناه ان في اكسدة في الدم بتحصل، والاكسدة دي بتأثر على الشرايين وبتأثر على الحاجات اللي بتغذي الكلية، وتؤدي في الاخر لخراب المصفة تماما بتاعة الكلى، خراب المصفة بتاع الكلى. فطبعا ده بيبقى مشكلة كبيرة جدا 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 وبنعاني منها كلنا. طيب في دواء جديد، هو مش جديد، هو جديد في الماركت هنا في الدول بتاعتنا، لكن في امريكا بقاله اكتر من سنة. الدواء ده موجود بيشتغل على مينرالو كورتكويد ريسبتور انتاجونست، بيشتغل على حتة اللي بتشتغل عليها هرمون في جسمنا اسمه الالدوسترون. الالدوسترون ده هو المسؤول عن الاحتباسات والبول والمية اللي في جسمنا، وده موجود بشكل مهم. فالالدوسترون الدواء ده نازل مخصوص وضروري جدا مع زلال البول، وده اللي بيشتغل الوحيد في السوق، الدواء بيشتغل على زلال البول. والدواء ده مشكلته نخلي بالنا ان البوتاسيوم لازم يكون كويس، لازم انا اقيس البوتاسيوم بتاعي يكون معتدل. في الحالة دي ما عنديش خوف من اي حاجة خالص،
يعني البوتاسيوم بتاعي اتابعه بعد ما اخد الدواء، وقبل ما اخد الدواء وادي الدواء ابدا اقيسه الشهر الاولاني والتاني علشان اطمن ان البوتاسيوم بتاعي يكون مظبوط. وطبعا قياس البوتاسيوم مش اي معمل، ما تروحش اي معمل تقيس البوتاسيوم، لازم معمل تحرر الدقه فيه، لان الخطا بتاع تحليل البوتاسيوم كتير جدا. يعني غالبا ممكن تلاقي ناس بتقيس البوتاسيوم بيطلع نتيجه غالبا مش مظبوطه، لان بيبقى مخففه العينه اتهزت منه فبتبقى النتيجه مش مظبوطه. فانت لازم تعملها في مكان يكون كويس، لان ده بيفرق كتير في العلاج بتاعنا بتاع مرضى زلال البول. الاسئله كتير بتاعتكم ما شاء الله، ارجو برضو ان اي سؤال يكون في البول وخاص بزلال البول فنكون مهتمين بيه جدا. ابقى شاكر ليكم لو تسألوا اي حاجة. التحليل تحليل بول مش البول العادي، هو بيدخله جوه الجهاز، يعني مش بيشوف الشرايط كده في البداية، هو بيشوف الشرايط فيها زلال ولا لا، الشرايط البول العادية. لكن التحليل طبعا بيكون في بيدخل في جهاز وبيقيسوا نسبة الكرياتينين ونسبة الزلال اللي موجود، لان لو انا قست الزلال فقط ممكن جدا اكون فترة جفاف او انا صايم جامد يبقى النتيجة فولس مش نتيجة حقيقية. لكن لما قيسوا بعامل ثابت زي الكرياتينين، نسبة الكرياتينين في البول، بتطلع النتيجة مضمونة. زلال البول زي ما قلنا الطبيعي لغاية 30، من 30 ل 300 ده المايكرو، بعد 300 بيبقى اسمه بروتينوريا، بيبقى بروتين في البول. طبعا الموضوع في غاية الأهمية وغاية الخطورة، لازم الكل يهتم، كل يظبط سكره والكل يظبط ضغطه. وتورم القدمين علاجها على حسب السبب، يعني انا لقيت السبب دواء فبوقف الدواء ده وبغيره هيروح التورم خالص. حبوب باخدها غلط، ادويه غلط، اراس منع الحمل ما تناسبنيش خلاص ما اخدهاش. وفي الحاله دي هيتحسن جدا المريض وهتبقى فيه فايده من العلاج بالنسبه للمريض. هنخش بقى على اول سؤال مهم، هل البقدونس يكافح زلال البول؟ يعني احنا بنتكلم في موضوع هيدخل في فشل كلوي، فاكيد مش هيبقى البقدونس هو الحل. ده احنا بندور على فتحات في المصفى بتبوظ كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة بيحصل خراب عندنا في الكلية، فانا بحافظ على الفتحات دي. فلا معلش، في الموقف اللي زي ده بروح لدكتور واتبع النصايح اللي هيقول لي عليها. واهلا بالاخت مي، الحمد لله غيرت الحساب بتاعها ودخلت معانا من جديد، كان المشكله في الايميل عندها. وام اشرف اهلا بيكي، والمجموعه امل كلكم وتحدي السكر، وطبعا ارفعوا الحلقه على قد ما تقدروا يا جماعه، ما حدش عمل لايك لغايه دلوقتي. الاسيد بورك يوريك، لا اسمه اليوريك اسيد، طبعا خلل وظائف الكلى كامله، البي يو ان واليوريك اسيد والكرياتينين بيبدا يتاثر. لكن لسوء الحظ الناس بتروح تعمل كلها الكرياتينين اللي هو مشهور قوي للكلى، ولكن لازم نفهم ان الكرياتين بياخد سنين على ما يتاثر. يعني الكرياتين اصلا احنا بنغسل، لو المريض مثلا البوتاسيوم بتاعه عالي ممكن الكرياتين يبقى عالي شويه، بس لازم يكون البوتاسيوم فيه كرايتيريا، فيه حاجات بنمشي وراها علشان نشوف اذا كنا هنغسل للمريض ولا لا. فعشان كده الكرياتين بياخد وقت طويل، فاحنا بنعتمد على المايكرو البومين كرياتين ريشيو، وحاجه اسمها استيميتد جلومير فلوتيشن ريت، معدل ترشيح الكليه، هو ده الاساس. هل دواء ضغط الدم بيساعد في خفض الزلال؟ طبعا، ما هو بيدوا دواء لضغط الدم وانت ممكن ما يبقاش عندك ضغط، تمام، فبيبقى عنده مشكله فبيضطروا ان هم يدوك الدواء ده، لان الدواء ده بيأثر بيقلل ضغط اللي موجود جوه الجلوميرولس جوه المصفى بتاعت الكلى. عملت تحليل وعرفت ان سكر عيسى، عرفت ان سكر نوع اول او تاني، مفيش حاجه اسمها اول او تاني، بس سويته مصايم، رجاء اقرا تحليلي، محتاجه مساعدتكم ضروري. ما هو انت عملته مش قصه صايم وفاطر، تحليل سكر نوع اول يعني انت عندك مشكله في البنكرياس، فلازم تبقى محدد انت نوع ايه. مصطفى بيقول هل الجاردينز مفيد في الحالات دي؟ مفيد طبعا جدا، ولو معدل الترشيح لغايه 30 وساعات بيقولوا 15 بتدي الجاردينز. وفي مدارس يقول لك ادي الجاردينز على طول حتى لو دخل المريض في فشل كلوي، في مدارس اجنبيه يقول لك كده كده
الجاردنس هيفيده مش هيضره. اي جي اف ار 108 طبعا 100 100 ومظبوط جدا، مفيش فيه مشكله. عندي حصى في الكلى، هل اطلب من الطبيب هذا التحليل؟ لا، هو ده مالوش دعوه بحصى الكلى، هو ليه دعوه بالسكر والضغط. سكر وضغط. هل الكونكور لمده طويله بيسبب فشل كلوي؟ لا، مفيش حد جاله فشل كلوي من الكونكور. بصوا، في حاجه اسمها ايديوسينكريزي، او في ادويه معينه، يعني انا عايز اقول لكم الناس اللي بتاخد ادويه معده كتير وادويه نفسيه، في ناس جالها من حبايه، يعني في ساعات واحد ياخد حبايه يدخل في فشل كلوي، بس مش عايز اخوفكم واقول لكم اسم الدواء. يعني اعراض زلال البول هو اعراض الفشل الكلوي، اعراض مشاكل الكلى. هو البول نفسه عرض، يعني زلال البول، البول نفسه عرض من الاعراض بتاعت فشل خلايا الكلى، فالمصفى فشلت. الاعراض التانية بقى زي ما قلنا بتتاثر الجسم بقى، ارس لوك، تلاقي الواحد وشه شاحب كده، ارس يعني شكله التراب كده، وشه كده شاحب. ايه ده يا عم، انت كنت وشك احمراني كده ومبيض كده وحلو، ايه اللي حصل لك؟ انت مالك، عيان ولا ايه؟ بالور. الكليه المسؤوله عن انتاج كرات الدم الحمراء من ضمن الحاجات اللي بتنتجها، فتاثيرها بيقلل، يعمل انيميا، نوع من الانيميا. في ماده اسمها الارثروبوتين مهمه كمصنع لانتاج كرات الدم الحمراء، هي بعض الحاجات بتطلع من الكليه بتتاثر، الكليه بتتاثر، فتقوم جسمك كله يتاثر بحاجه زي كده، عشان تبقوا فاهمين. الجنوفيا مش هيسبب فشل كلوي ولا حاجه، بالعكس هو جنوفيا مفيد، ما فيش فيه مشكله، بس افضل الادويه اللي بتستخدم في حالات الفشل الكلوي هو التراجنتا لو مريض سكر يعني. لكن برضو معلومه هقولها لكم، الفشل الكلوي نوعين، فشل كلوي مزمن وحاد. اللي بيحصل لمرضى السكر والضغط مزمن، يعني بياخد سنين طويله، وانت واهمالك بقى، انت ظبطت الدنيا بتظبط، ما ظبطتهاش هي دي اللي هتسبب مشكله بالنسبه لك. اقدامي بتنتفخ في شغل البيت، واذا جلست من النوم ما في انتفاخ، ده عادي. اهو دي من ضمن الحاجات العاديه يا ام حسين، ان انت بتقولي ما اخد دواء ادويه سكر زين، وضغطي ما عندي خمول في الغده، ده كده عادي جدا. الناس بتقف بيبقى الشرايين بتاعتها ضعيفه، وده بيبقى عادي. سائر بيقول عندي سكر نوع تاني ملتزم ومتابع توجيهاتك، لدي فتره الم في عيوني ويبوسه ونظر في الكتابه مشوش. نشوف التراكمي لو مظبوط وسكرك مظبوط، نشوف دكتور عيون، ممكن تبقى محتاج تلبس نظاره في السن، لو انت سنك في الاربعينات ممكن يكون كده. عندي زلال بول بس تحاليل الكلى سليمه والقلب من طبيعي والكرياتين طبيعي، يبقى ايه المشكله؟ عندك سكر وضغط ولا لا؟ ما هو ده النقطه اللي احنا بنقولها، ده انت بتلقط اول علامه من المشاكل اللي ممكن تحصل في جسمنا، اول علامه بتطلع بتلقطها على طول. اي جي اف ار اللي هو معدل ترشيح الكليه، معدل ترشيح الكليه ده اسمه اي جي اف ار. ما عندكش بتبحث تشوف ساعات الشرايط اللي بيعملوها بتعيد التحليل تاني، ساعات الشرايط بتبقى صايم فتره طويله فبتعمل حاجه اسمها مايكرو، هكتبها لكم هنا عشان الناس اللي تسال تعمل التحليل ده، مايكرو البومين. كرياتينين ريشيو اللي انا كتبته ده هيوضح لك بشكل كبير جدا الموضوع. انا بقرا الاسئله معاكم من الايباد. معنى زلال يعني بروتين، اللي بيقول ما فهمتش، مداهي علي او مهدي علي، ده زلال يعني بروتين في البول، كلمة زلال يعني بروتين طالع في البروتين، ده المفروض ما يخرجش في البول، المفروض الكلية بتحافظ عليه، فالكلية عشان المصفى بتاعتها باظت الزلال نزل في البول، فدي بتبقى أول علامة على أمراض قلب، أمراض كلى، أمراض كبد، أمراض كتيرة في الجسم، فعلشان كده بيقول لك ماركر، علامة قوية جدا يعني. دكتور عندي التراكمي 6.5، برضو يا جماعة اللي يسأل يقول سكر 6.5 سكري ولا لأ؟ سكر نوع تاني تراكمي كذا، نبقى احنا فاهمين والبلد اللي بيتكلم منها يا ريت.
سيرة اكتف بروتين، مش كرياتيف بروتين، سيرة اكتف بروتين، ده علامة على الالتهابات اللي بتبقى موجودة. ممكن تبقى فيها علامات البكتيريا، او علامات اللي فيه حاجة اسمها سيرة اكتف هاي سنسيتيف سيرة اكتف بروتين، وفي سيرة اكتف بروتين العادي. هاي سنسيتيف ده بيبقى في الشرايين وفي امراض القلب بيبقى عالي، في سيرة اكتف بروتين العادي ده بيبقى في البكتيريا. احمد بيسال بيقول مقاومه الانسولين بتيجي قبل السكر، تيجي قبل السكر وتيجي كمان بعد السكر. يعني في ناس بيبقى عندهم سكر نوع اول مثلا وجالهم مقاومه انسولين معاها بقى سكر نوع اول وتاني. مقاومه الانسولين خلاص خديجة من المغرب الحبيب، عندي سكر النوع الثاني والسكر التراكمي 9، أرجوك ارشدني يا دكتورنا الغالي وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم يا سيدي الفاضل. ما شاء الله شعب مؤدب جدا المغرب. يعني بصوا الجروب، خش مع جروب أمل طبعا، معرفش انت معاها ولا لا، هتستفيد كتير جدا. النظام الغذائي هو اللي هينزل السكر التراكمي بتاعك. مريض سكر جنان بتقول انا مريضة سكر، اخد حبوب من جروب امل، تراكمي 7، لو استمرنا وعملنا النظام الغذائي التراكمي هيتحسن وفي نفس الوقت مش هتحتاج الادوية. نادية عندها انفلونزا وعاملة لايك من جروب امولة في المغرب، شكرا يا نادية. وامي عم بتبزق رغوة كتير بس تنام واخدة ابرة مستفادة، معرفش السؤال بصراحة مش مفهوم. سكر نوع تاني التراكمي 6، مدة 23 سنة، هل هناك خوف على الكلى؟ لا مفيش خوف، طول ما التراكمي أقل من 7 مفيش خوف خالص على الكلى. أحمد جاوبنا سؤالك يا أحمد، ما تسألش تاني يا أحمد. أرجو ضمي للجروب. What's the best and latest treatment for nephrotic syndrome? It is possible to reverse nephrotic syndrome after 5 years of different medication. طبعا لازم، ما فيش حاجه اسمها ذا بيست، في حاجه اسمها التشخيص الصح والباثولوجي والعينه اللي خدوها منك اخبارها ايه، كل ده بيتحدد طريقه العلاج. العلاج وصل لحاجات متقدمه جدا، فده مش هينفع في البث يعني ان احنا نقول لك ايه ولا ايه بصراحه. هل دواء الضغط افريكور يؤثر على الكلى؟ ما اعرفش ايه الافريكور، بس ده تقصده الكونكور؟ لا ما ياثرش على الكلى. سمسمة بتقول هل الكابوتين بيعالج المشكلة ولا بيوقف الحالة؟ لا هو بص كل الأدوية بتوقف، احنا قلنا المصفى مثلا فيها 100 فتحة، في 3 فتحات شغالين هنوقفهم، طالما وقفناهم هيبدأوا يترمموا وان شاء الله تقفل معانا مع الوقت، لكن هرجع سكري يعلى تاني انت بقى هتلبس كده تاني في الحيط خالص وتتبهدل وتبقى الكلية هتبوظ منك تاني. لازم تعرف انك انت طالما وصلت المرحلة دي امسكها بايديك واسنانك. كان زمان مفيش تحاليل يا جماعه، دلوقتي احنا محظوظين التحاليل موجوده. سكر 10 في خزان 10 من المغرب عطوا، لا النسبه طبعا مش حلوه خالص. سكر الصايم 140 بهذا الافطار، بعد الافطار 190 يعتبر معقول، ال 140 برضو ممكن تنزل مع ممارسه الرياضه والصيام المتقطع. اثناء ممارسه الرياضه والقفز بيخرج بول لا ادري لا ارادي، هل هذا طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي، لازم نشوف دكتور مسالك يشوف لنا ديناميكيه البول وتعرفوا القصه تكون ايه. عانيت من الاملاح، نشرب سوائل ميه كتير، البقدونس بقى هو اللي مفيد في الحالات اللي زي دي. سؤال دعاء يا ريت خلاص ما تساليش تاني لان السؤال احنا جاوبناه عشان ما يهنكش البث. هل الكابوتين بيعالج المشكله وبيقف الحاله؟ قلناها. هل استطيع العيش بدون كربوهيدرات تماما؟ طبعا طبعا طبعا، الاجابه طبعا باكتر من طبعا واحده، لا ده كذا طبعا. لا الانسولين ما يرفعش الاملاح في الكليه يا مدام امل. وفاء بتقولي انا دكتور من مصر، اهلا بيك يا وفاء. قالت لي السكر 6.5 تراكمي، وقالت لي مش محتاجه علاج بس مجرد تنظيم اكل،
الدكتوره كلامها مظبوط وممتاز ومش محتاجين ناخد دواء حتى لو 7، انا عايز انظم اكلي، هو ده المهم. شكرا يا مي. عندي سكر تراكمي 13 وصايم مش عارف 1 ولا 30. 13 ايه ده يا جماعه؟ ايه الارقام اللي احنا بنشوفها دي؟ انت اكيد جديد معانا جمال في القناه، محدش عندنا في التلاشرات في 13 ده خالص. شاي الماتشا بيساعد على نزول الوزن، وهل هو امن في استخدام شاي الماتشا او اي شاي نزول الوزن؟ انك توقف الكربوهيدرات، مفيش اي حاجه هتنزل الوزن، ولا حتى ابر الاوزومك الموجوده ولا الكلام ده كله. نتمنى إجابة سؤال أمل، جاوبناه خلاص. الجبنة البراميل والقهوة مفيش فيها مشكلة. ما شاء الله الأسئلة بتجري. الجروب كله ما شاء الله عيلة واحدة. نعمة نعيمة بتسأل إيه زلال البول؟ ده إحنا لسه يعني نعيمة، ارجعي الأول الحلقة نعيمة. زلال البول هو بروتين بينزل في البول، بروتين بينزل في الزلال، يعني بروتين بيبقى عامل زي الصفار بتاع البياض البيض، فمش بياض البيض بيسموه الزلال البيض، هو نفس الكلام. طبعا عمرو عامر، الزلال 3000 خطر جدا 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 يا عمرو، أرجوك تهتم جدا، واضح إنك أنت بتهمل حالتك بشكل كبير. شعور بحلاوة اللعاب ده إدمان السكريات، ده مش طبيعي طبعا، ده إدمان للسكريات. مي بتقول قللت حبوب السكر من نفسها، فطار سكر عالي يعني 6 ويعني بحدود 110، مازال كويس. الأوزومبك أفضل أو المونجارو؟ مفيش حاجة، مفيش دواء أفضل من التاني، في دواء ينفع معاك ودواء ما ينفعش. ما نفترض ان المونجارو احسن وجيت تاخده الاوزمبك او تاخد المونجارو حصل لك حساسيه منه، هيبقى احسن في ايه؟ ايه اللي ينفعك انت؟ اما يوس بتقول انا لما بشرب ميه بالليل بيحصل ليا البول لا ارادي. طبعا بتبقى في مثانه عصبيه او مشاكل في المثانه، فبيتعمل حاجه اسمها قياس ديناميكيه المثانه، وده بيبقى مهم جدا. شكرا يا ام اشرف. ومليكه بتقول جروب امل منورين، حلاوه اللعاب قلنا عليها، عندي دقات قلب احس بها وعملت تحاليل انزيمات قلب ممتازه، نشوف الغدة الدرقية ونشوف الأنيميا ونشوف حاجات كتير ونشوف دكتور يشوفنا ونعمل رسم قلب مش بس انزيمات قلب. مريم بتقول ابتديت الصيام متقطع من أسبوع، وقفت الدواء، أنا سكر نوع تاني والحمد لله بديت أشوف النتائج، بس عندي تخوف من الهبوط من غير الكارب تماما. مش هيحصل مشكلة خالص والنتائج هتبقى كويسة، وما تقلقيش، بيجي الإحساس لكن بيروح تاني. الجميع ورم القدمين وخضر ما السبب؟ مرحبا دكتور. بهية جوزها بيشتكي من تورم القدمين، وده مشكلة من تورم القدمين وده مشكلة، فده بيكون طبعا في مشكلة كبيرة. لازم نعرف لما بندوس عليه كده بيحصل في القدم زي ما وريناكم في الصورة ولا لا.
ونعرف الدواء اللي بياخده، لها قصة طويلة يعني، لازم نفهم عشان نعرف نعالج. أكلت فاكهة كتير وسكري في الصبح ما بين 90 و110 مع تقليل حبوب السكر الميتفورمين. يعني أنا شايف يا جماعة موضوع الفاكهة مش فيش داعي ندوس فيه جامد. دكتور، سكري نوع تاني تراكمي 7. طارق بيقول، طارق علي، السكر تراكمي 7 ووجبة واحدة 24 ساعة، عم بحاول انزله لـ6 مش قادر، هالشيء يأثر على الكلى، طول النهار بيبقى 140 ما بينزل. طبعا انت ممكن في الحالة دي الافضل في الحالة اللي زي دي انك انت تعمل صيام متقطع كمان. يعني صيام متقطع، انت ماشي 24 ساعة وجبة واحدة كويس جدا. المشي وممارسة الرياضة وشرب سوائل كتير مية، وشوف هل عندك انيميا ولا لا. الفراولة مسموحة بالليل وبالنهار مفيش مشكلة، لأن الفراولة الكربوهيدرات فيها قليلة جدا. الزلال 680 عالي جدا يا أم زكريا وماريا من الجزائر، عالي جدا جدا. فنون ومي اجتمعوا مع بعض النهارده، ربنا يسهل ان شاء الله. مفيش حاجه اسمها انا بنامش على جنب الايسر ده مشكله في القلب، مفيش حاجه كده يعني. دكتور، الجو بارد جدا عندنا وعواصف ثلجيه وكسوله في عمل الرياضه. طبعا الجو ثلج مش بروده. زلال البول هل ينزل مع الألم؟ قلنا لا، ملوش علاقة. تراكمي 9 ودخلت جروب أمل مدة 20 يوم وباتباع تعليمات بنتي أمل نقصت جرعات الأنسولين ربيعة جروب. مرحبا، ممتاز. أعراض الفشل الكلوي، في أعراض الفشل الكلوي المزمن والحاد. الحاد ده طبعا مريض دخل على الغسيل على طول، واحد كان في حادثة وبينزف وحصل نزيف كتير فدخل على الغسيل، ده موضوع تاني خالص وده بيبقى ليه ظروفه، او حاجة فجأة دخل هوب تك تك دخل على الغسيل كده. المزمن زي ما قلنا هي اعراض اللي احنا قلنا عليها في بداية الحلقة، ياريت نرجع لها وهنشوفها ان شاء الله. اللي بيسأل يرجع لبداية الحلقة هيعرف الاجابة. عادل عثمان، سكر نوع تاني مش بينام بالليل. طبعا عدم النوم ده ليه اسباب كتير، السكر العالي ما ينامش، التوتر العصبي، الادوية، حاجات كتير جدا. فلازم برضو يا جماعة لازم دايما نقول لكم في موضوع يعني السبب الاول، اذا عرف السبب بطل العجب عشان اعرف انام، لان التشخيص بيبقى مهم في الحالات اللي زي دي جدا. عندي سكر فاطر 149 هل مرتفع؟ يعتبر برضو مش قوي. ايه الصوتيات مسموحة كجروب امل؟ مش عارف ايه الصوتيات. زلال 1 جرام يعني 1000، ده اللي تقصده؟ بندخل الحمام كتير وما عنديش سكر ليه اسباب كتير. احنا عملنا حلقه مخصوصه عن عدم دخول الحمام
على دخول الحمام كتير، وللناس اللي ما عندهاش سكر. فيا ريت الحلقة موجودة في بث مباشر برضو، يا ريت نرجع لها. طيب ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة النهاردة جدا، وانا بشكركم جدا على الحلقة الجميلة دي، وان شاء الله باذن الله نتقابل على خير، وما كنش طولت عليكم النهاردة، وتبقى حلقة بكرة ان شاء الله. استنونا بكرة الساعة 12 بالليل بتوقيت مكة المكرمة. احنا بقالنا فترة ملخبطين المواعيد شوية، بس خلاص هنرجع الساعة 12 بالليل، تبقوا جاهزين. كل المشترك في القناة اهلا بيه، واللي مشتركش واول مرة يشترك يفعل الجرس وينتظر تجيله رسالة، واللي بيوصلوش الاشعار يعمل عدم اشتراك ويشترك تاني هيوصلوا الاشعار. شكرا ليكم وتحياتي لحضراتكم جميعا.